مشاهدينا، دائما ما نذكر الأحياء المطلة على الطريق الدائري مباشرة بيخطر في ذهننا العشوائيات خاصة بمحافظة الجيزة. حي الوراق من ضمن هذه الأحياء مشهورة دائما بالعشوائيات، ربما بسبب العشوائية في المباني على الأراضي الزراعية، عشوائية في التخطيط والتنظيم داخل هذا الحي، مشاكل المواطنين وآرائهم حول هذه المشكلة وخاصة مشكلة القمامة الموجودة في جميع الأحياء، وأيضا المجهود المبذول من قبل رئاسة الحي لحل هذه المشاكل بعد الفاصل. في حاجات مش عايزين نقول عليها. الزبالة موجودة في كل مكان، احنا عايزين نوجد مشكلة للزبالة ديت. دي بس المشكلة اللي موجودة هنا في الوراق. لكن في مشاكل تانية كتيرة برضه، مشكلة التكاتك، مشكلة ركنة العربيات، في مشاكل كتيرة بتواجهنا، بس أهم المشكلة الأساسية هنا عندنا هي مشكلة الزبالة. والراجل مشكورا يعني مش مقصر في أي حاجة. الناس دي تعبانة فعلا ومش لاقية يمكن 5 مرات في اليوم بالأمانة، لأن أنا ساكن على الطريق جنبها على طول. وما فيش صناديق، فالناس بترمي، الناس بترمي الزبالة في أي حتة. الحل الوحيد نشوف لها مكان بعيد حفاظا على ارواح الناس، انما الناس شغاله وتعبانه بصراحه. هما بينظفوا بس دلوقتي عشان رئيس الحي جاي وخلاص، بعد كده تعالى في بالليل هتلاقي زباله، تعالى الصبح هتلاقي زباله. فين الايجابيه بقى بتاعت الحي؟ بيعمل ايه؟ ايه النظام اللي بيعمله؟ زباله كل يوم بالليل والصبح بيشلوها. انا بشوفهم لما بروح اجيب العشاء ادلوا الزباله بقى لهم. لا والقران بالليل والصبح والله العظيم، وساعات اخر النهار الاقي الجرار بياخد، حرام. لا وكلها هنا صعبه بس، لكن الزباله بتشال وكل حاجه بتشال، الناس مش معصرين في حاجه. زباله كتير قوي هنا في الشوارع مرميه بالصبوع لما تنكد، ما في صناديق فبنضطر اي كوم بنرمي عليه بس. لكن هي لو في صناديق كتيره من صندوق ولا اتنين، كذا صندوق، لكن بيبقى صندوق او اتنين او تلاتة، فكده الزباله بتبقى من بره. من الساعه واحدة ما تلاقيش في زباله، بعد الساعه واحدة تلاقي في كلها زباله. انت مشيت من هنا والزباله تلاقيها مرميه من هنا. يعني الزباله احنا اللي بنرميها، ودفوق على النور برضه كل يوم والتاني بالعربيات. قروا العربيات ترمي زي ما هي، ما لنا تراب وما لنا طوب وما لنا زباله، لا مغزى اقول لك ايه، مواشي ميته بيرموها. ما عندهمش اي ولاء لبلدنا، كل واحد يرمي في الزباله يبقى انسان مجرم. We'll be right back.